إن شاء الله، ويسرني أن أستضيف ضيوف ملتقى الحضارات في هذه القاعة، وخاصة أن تجشم منهم عناء السفر من أماكن قد تكون بعيدة في بعض الأحيان. وأستغل هذه الفرصة ابتداء بشكر إدارة المعهد الوطني للتهيئة والتعمير على استضافته المتتالية لأنشطة جمعيتنا. وفي البدء أستعرض على حضراتكم برنامج هذه الندوة. أولا سنفتتح إن شاء الله بكلمة لرئيس جمعية ملتقى الحضارات، ثم تقديم للمحاضرة والمحاضر، يليها رأسا يعني عرض المحاضرة. كلمة الافتتاح المفروض أننا نبدأ إن شاء الله في 3:30. كلمة الافتتاح سوف تستغرق إن شاء الله ربع ساعة، ثم المحاضرة تبتدئ بعد 5 دقائق، يعني في 3:50. يتلوها النقاش يعني لمدة أولا عرض لمدة ساعة، ثم النقاش لمدة 45 دقيقة، يعني حتى 5:30، حيث نذهب لأداء صلاة المغرب. بعد ذلك نلتقي مجددا في جلسة لتعارف ومساءلة عامة مع أستاذنا المحاضر، ثم بعد ذلك أيزها 7:30 تلقى كلمة ختام، ولي أن فضى الجمع إن شاء الله. إذن يسرني أن أستدعي الأستاذ العربي وعياد رئيس جمعية ملتقى الحضارات لإلقاء كلمة الافتتاح. عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. يسرني أن ألتقي بكم مرة أخرى في هذه المناسبة من مناسبات الندوة الدورية لملتقى الحضارات، ونستضيف هذه المرة الأستاذ نبيل شبيب الذي قدم إلينا من أوروبا، الذي قدم إلينا من أوروبا وقبل أن أقول كلمتي أريد أن أعرف بشكل موجز عن معرفتي بالأستاذ نبيل شبيب الخاصة، معرفتي الخاصة لأنه هو يعرف في كثير من الميادين، ولكن أنا أقول معرفتي الخاصة. أنا تعرفت على الأستاذ نبيل شبيب منذ 1974، إذن كم سنة هذه؟ 39 سنة تقريبا، 40 سنة. كنا شباب، وأنا أفتخر بأن يكون بيننا الأستاذ نبيل شبيب، لأنه هو برهان على أن يعني جمعية الأجداد الشباب دائما عندهم حيوية، وهو كما ستلاحظون إن شاء الله بقيت حيويته من الشباب إلى الآن تبارك الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك له في هذه الحيوية. وأستاذ نبيل شبيب شامي من الشام بشكل عام، من الشام بشكل خاص، يعني لأنه شامي من دمشق أصله، وهو ولد في فلسطين، إذا الشام الكبير، ثم نشأ في دمشق، فإذا الشام شام، يعني كما يقول عندنا في تركيا شام شريف. فسنستمع إليه إن شاء الله في هذه المحاضرة التي عنوانها بشروط التعايش بين طموحات العولمة وخصوصية الهوية.
وأنا أريد أن أغتنم هذه الفرصة لكي أبين أن الظروف التي نعيش فيها والتي في الحقيقة يعني دعتنا ودعت المجموعة التي أسست هذه الجمعية لكي نبحث عن ملتقى للحضارات، لأننا نؤمن بأن الحضارات المختلفة المتنوعة هي في الحقيقة ثراء للبشرية، ونعلم أن بغض النظر عن أن هذه الحضارة أفضل من الأخرى أو غير، ولكن النوعية مهمة، ونحن نعيش في ظروف، وسوف نتحدث حول العولمة كيف أن هذه النوعية مهددة، معنى ذلك الثراء للبشرية في خطر وفي تراجع وفي فقر في كثير من الميادين، ليس فقط في الميدان المادي. وأنا أحببت أن أركز على نوع بالنسبة لما عاشته البشرية وجربته في التاريخ حول العولمة التي نحن ننادي بها بالفتوحات، كيف أن الشعوب التي التقت فيما بينها لم تشعر بأنها مهددة في هويتها، ولهذا تقبلت بهذه التوجهات العامة الشاملة التي قدمها لها المسلمون، وكان هناك هذا الانفتاح المتوازن الذي جعل فعلا أن هناك كثير من التلاقي بين الشعوب والقبائل التي أعطت في إطار ما سمي فيما بعد بالعالم الإسلامي أو دار الإسلام هذا الثراء الذي جربته البشرية. والآن نحن نجرب عولمة أخرى عندها غايات أخرى وأهداف أخرى، وهذه هي التي نحن سوف نحاول عن طريق الأستاذ نبيل شبيب أن نتطرق لهذا الموضوع. لقد غدت أهلية الدولة مثلا في أي قطر من أقطار عالمنا وهي تزاول مهامها في تناقص متزايد، وذلك راجع في الواقع إلى إصابة أنظمتها ومؤسساتها وسياستها بالتقهقر والتدهور. إنها تفقد شيئا فشيئا عوامل سيادتها أمام منطق السوق وإرادة تسلط القوى الاقتصادية، وتشجع هي هذه الأقطار بنفسها نمو مناطق الخروج عن القانون لصالح هذا السوق، وهكذا تعمل الليبرالية الخالصة والمتطرفة على الاستيراد المؤسسات دون محاولة ذاتية، حيث تعمل اللامركزية مثلا في بلد كبلاد المسلمين أو بلدان العرب وكأنها نموذج مفروض. أليست السيادة بصدد المرور ومن جميع النواحي تحت وصاية متسلم جديد وسيد جماعي غير شرعي ألا وهو السوق؟ أوليس السوق هو الذي يملي قانونه ويفرض أهدافه ويعاقب بقسوة السياسات التي لا توافق مصالحه؟ لقد جرت على الألسن هذه الأيام عبارات شائعة جديدة من أمثال عولمة وحاكمية، ما تحت الطبقة واقتصاد جديد، تعددية ثقافية، وكذلك بنات خالية من أمثال ما بعد الحداثي، عرقية، أقلية، إلى غير ذلك من العبارات. وغاب عن هذا الخطاب المتداول الجديد وبشكل ملحوظ مفردات أخرى من مثل طبقة، استغلال، هيمنة، تفاوت وغيرها من الألفاظ التي غيبت بدعوى البطلان أو بدعوى البداءة. في الواقع ينسجم النظام الحديث للعالم الذي يفرض حاليا مع ترتيب مجمل يؤدي إلى تسوية تأحيدية لمختلف الدول وتفكيك أي منطق إقليمي سابق وبروز مفهوم الشبكة ليعوض مفهوم الحيز، حيث تم انتهاك الجوار في بعده المكاني. فكانت النتيجة الناجمة
عن ذلك بالأساس حالة بنية مصحوبة بقطيعات مختلفة بين المحلي والإقليمي، بين الوطني والدولي، كل ذلك في سياق عملقة المدن والعولمة. إن الإجمالية globalization الإجمالية محمولة على تدويل الاقتصاديات وعلى عولمة أشكال وطرائق التمويل والدوائر والشبكات، والوكالة الإجمالية تسعى إلى تقسيم دولي للعمل التقني. لقد انطلقت الإجمالية، لكن هل بإمكاننا معاكسة آثارها وصبغها بما يميزنا؟ بأي منطق إقليمي يواجه نظام العالم؟ كيف تتم في هذه الظروف صياغة شبكات الحضارات؟ هل يمكننا حالياً إعادة صياغة نماذج جديدة لهذه الشبكات؟ أذكر هنا أن لكل حضارة حية هوية تحتوي مستويات ثلاث متداخلة ومتكاملة. أولاً العنصر المعنوي أو النوعي أو الجوهري، وهو عنصر ثابت ومصدر التوجيهات، يحدد ماهية الوجود والتصرفات في الحياة، وهو عنصر يتضمن مبادئ ويحتوي مفاهيم نوعية ومعنوية وأخلاقية للهوية. العنصر الثاني هو العنصر الواقعي المادي الملموس في أي حضارة، وهو عنصر قابل للاختلاف، مرتبط بخصوصيات المجتمع من حيث موقعه وبيئته وتاريخه، وهو العنصر الذي يبرز مفاهيم كمية ومكانية وزمنية للهوية. والعنصر الثالث هو العنصر البشري، وهو عنصر قابل للتغير، مرتبط بخصوصيات المجتمع من حيث أعرافه وخبراته وعاداته ونظمه، وهو عنصر يبرز مفاهيم عرقية وثقافية وقانونية للهوية. وكل حضارة لا تحتضن أحد هذه الأبعاد أو بعضها هي حضارة ناقصة لكونها تقتصر إما على إبراز البعد المادي أو البشري للهوية لاغ لكل ما يمكن إثبات الهوية الجوهرية فيه، مثل الحضارة الحداثية التي تسود اليوم التي أطلقت عنان التحيد في كل مجال، أو على إبراز البعد المعنوي للهوية دون مواكبة مستجدات العصر، كمثل الحضارة حبيسة ذاكرتها تعاود تراثها الخاص. وبهذا يمكن أن نصوغ فرضية إن مجتمعا يضع في الأولويات قيمه الجوهرية، سواء أكانت دينية أو فلسفية، يقابله حيز مؤطر لطريقة حياة تفهم حسب مبادئ وثيقة الارتباط بهذه القيم. هل يمكننا التطلع إلى بناء مجتمعات تعايش وسماحة يسودها الإيثار والفضيلة والكرم؟ ما هي شروط هذا التعايش في ظل عولمة عالمنا وعصرنا والطموحات التي تلوح بها؟ والأسئلة كثيرة، ونحن في شوق لتتبع ما سيتفضل به ضيف ندوة الملتقى اليوم الأستاذ نبيل شبيب، سائل الله جل وعلا أن يوفقه لما ينفعنا وينفع أمتنا والبشرية جمعاء، والحمد لله رب العالمين. وهي بالنسبة للتاريخ الإسلامي هي رأس العبور لقبرص، لفتح قبرص، وهي كذلك من حيث التاريخ الحديث هي المحطة التي أوقفت السياحة وتمدد الاستعمار النابليوني الفرنسي لنابليون، هي التي أوقفت نابليون.
درس أستاذنا العلوم السياسية والقانون الدولي، ومارس الإعلام الصحفي والإذاعي منذ سنة 1968. من أهم إصداراته قضية فلسطين الحق والباطل، تقييم قرارات كامب ديفيد، تقويم معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، قضية فلسطين الواقع القائم وإرادة التغيير. وهذا كتاب في الحقيقة سمح لي منذ شخصيا منذ تقريبا زهاء 25 سنة أن أتعارف عبر هذا الكتاب مع أستاذنا. كما نشرت له العديد من المقالات والدراسات في عدد عديد من الصحف والمجلات والمواقع على الشبكة، وله موقع خاص باسم مداد القلم. وأستاذنا عندما تبحث عن تعريفه في على الشبكة العنكبوتية تجد بأنه يؤمن بإمكانية تكامل قيم الإسلام وإيجابية النظام الديمقراطي لضمان الانفكاك من قبضة الظلم الذي تمارسه مراكز القوى لا سيما المالية منها، كما أنه يدعو إلى أرضية مشتركة بين الاتجاهات المختلفة في العالم العربي والإسلامي على أساس تحكيم الإرادة الشعبية في اختيار مرجعية الحياة والفكرة، كما أنه يؤمن بالانفتاح الحضاري والحوار الثقافي والديني العابر للحدود المختلفة. عنوان المحاضرة في حقه مستفز لاعتبار بسيط، هو عنوان المحاضرة شروط التعايش بين طموحات العولمة وخصوصية الهوية، فالعولمة باعتبار تعريفها الأقل إن شئنا نقول الأقل يعني استخداما لإحكام القيمة، والخصوصية كذلك بنفس التعريف يعني العولمة باعتبارها يعني تمس العناصر الأساسية للتجارة والتبادل، رأس المال، الاستثمار، الهجرة، حركة الناس، تبادل الأفكار والمعارف. والخصوصية باعتبارها منظومة متكاملة ومتساوقة من الخصائص والسمات المادية والروحية وأسلوب الحياة والأخلاقيات والنظرة إلى العالم ورؤية الذات والآخر. يعني كيف نتصور إزاء عولمة جامحة منطلقة في حركة إن شئنا نقول البعض يقول بأنها حركة تأحيدية للعالم، البعض يقول من زاوية إيجابية أنها حركة لزيادة معدلات التشابه بين الجماعات والشعوب وما إلى ذلك. هذه الحركة الجامحة التي تؤحد، التي تنمط، التي تغتال الثقافات، التي تقتل اللغات كما سبق في أحد الندوات التي نظمتها جمعيتنا. كيف يمكن أن تتعايش العولمة بهذا المعنى مع الخصوصية باعتبارها البحث عن الحفاظ على التنوع، عن تميز الجماعات، عن إسهامها في إثراء هذا التنوع بين بني البشر؟ فعلينا السؤال إشكالي. وحتى لا أطلع عليكم يعني أدعو أستاذنا نبيل شبيب لصعود المنصة لإلقاء محاضرته. الصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أود أن أعترف في البداية بأن أخي الأستاذ العربي بوعياد، وأنا الواقع كلمة أستاذ ثقيلة علي لأني أعرفه من 40 سنة، وهذه المعرفة استغلها حقيقة في هذه المرة، فدعاني للوقوف هنا علما بأنني منقطع تقريبا عن إلقاء المحاضرات وإلقاء الكلمات والمشاركة في مؤتمرات كبيرة منذ فترة. كانت الواقع المشاركة في الدرجة الأولى في إطار قضية فلسطين، في إطار قضية سوريا، وفي عدد من المؤتمرات الإسلامية أيضا في بلادنا، في الأردن، في الوسطية، في السعودية، في
الجنادرية إلى آخره، ولكن منذ زمن الواقع لم أعتد على الجلوس أمام جمهور وألقي عليه كلمة، لا سيما وأنه جمهور أخشى منه. يعني منذ معرفتي الواقع بالإخوة والأخوات من المغرب، خاصة أيام الشباب، كنت أشعر بأنهم يتفوقون على إخوانهم من المشرق العربي بعمق الفكرة، بالمتابعة الفلسفية، بالقدرة على المحاكمة، بكثير من الأمور التي جعلتني بعد أن قلت له نعم مباشرة أفكر أين ورطت نفسي. ورطت نفسي بمعنى أن هذا الموضوع الذي المفروض أن أتكلم فيه قدم له هو ببضع كلمات، وقدم أخي له ببضع كلمات، يعني يجعلني أكاد أقول أضع الأوراق جانبا وأقول الله يجزيكم الخير. فما أقدمه في واقع الأمر هو عبارة عن خواطر وأفكار وليس دراسة متعمقة. الدراسات المتعمقة تحتاج إلى مناهج، تحتاج إلى فترة زمنية كافية، تحتاج إلى تعمق في هذه المصطلحات التي نتداولها. ويبدو أن الأخ الأستاذ العربي أراد أن يساعدني، فبعث لي بمحاضرتين مسجلتين ألقيتا في هذا الملتقى. الأولى الأستاذ الدكتور محمد بلفقيه تحت عنوان الحضارة والتحضر من الأسطورة إلى الواقع، والثانية للأستاذ الدكتور محمد الأوراغي تناقص اللغات لتفاعل الحضارات. فلما سمعت هاتين المحاضرتين أو شهدتهما وهما على اليوتيوب ازداد تهيبي من القدوم، ثم قلت توكل على الله لعل الإخوة والأخوات الذين يستمعون يغفرون لك قصورك. أرفع قليلا أو أنزل لعندي. الحقيقة أن عنوان الموضوع ليس بسيطا، عنوان الموضوع بحد ذاته فيه إشكالية أسميها إشكالية ثلاثية الأجنحة. شروط التعايش بين طموحات العولمة وخصوصيات الهوية، طبعا هذا الموضوع المفروض أنه يلقى في إطار الهدف الثامن للملتقى الذي يقول الرقي بأشكال التواصل الإيجابي بين البشر على اختلاف ثقافاتهم. فنحن أمام ثلاث إشكاليات في هذا العنوان أو في هذا الموضوع الذي من المفروض أن نبسطه ونحن نتناوله هذا اليوم قدر الإمكان. الإشكالية الأولى طبعا الهوية مقابل العولمة، وسمعنا شيئا عن ذلك قبل قليل. الهوية بمعنى الخصوصيات الهوية مقابل العولمة، والواقع نحن لسنا بدعا في ذلك. كثيرا ما يقال لنا عندما نواجه العولمة أو نتحدث عن خصوصيتنا الثقافية لا سيما في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، يقال لنا إننا نبالغ أو إننا الواقع منغلقون على العالم أو ما شابه ذلك. نحن نعلم على سبيل المثال أن في الاتحاد الأوروبي الذي يحاول أن يوحد نفسه على إطار في إطار قوة عالمية، أن المجموعات الصغيرة، التجمعات الصغيرة داخل كل دولة على حدة، لا أتحدث عن فرنسا وألمانيا، وإنما أتحدث في ألمانيا مثلا عن مجموعة في ولاية بافاريا، وأتحدث داخل إطار ولاية بافاريا عن المجموعات على مستوى البلديات، هؤلاء يصرون في كل قانون جديد وفي كل خطوة توحيدية جديدة لتوحيد الاتحاد الأوروبي أكثر فأكثر، يصرون على ألا يمس أحد خصوصيتهم وثقافتهم المحلية، وأن تكون لهم حرية القرار في هذا الموضوع وحرية الظهور بهذه الثقافات. فنحن عندما نتحدث عن أن هويتنا وثقافاتنا معرضة للخطر أمام العولمة الجامحة التي نعايشها في هذه الأيام، الواقع لسنا بدعا في هذا الإطار، ولكن بالذات نحن عندما نتحدث في ذلك يعني تواجهنا بعض الاعتراضات، خاصة من داخل صفوفنا، يعني من داخل إطار ثقافاتنا، ممن تغرب أكثر مما ينبغي أو يسلم أمره لهذه العولمة أكثر مما ينبغي. إذا نحن أولا أمام إشكالية الهوية مقابل العولمة، ثم هناك كلمة الإشكالية الثانية
هذه الخصوصيات، يعني عندما نتحدث عن الهوية بمعنى خصوصياتها لها قيمة معينة في مواجهة الطموحات، وكلمة طموح الواقع أكثر من مجرد مطالب أو أهداف، هي أهداف تتجاوز حدا معينا. وأخيرا ما يقيدنا به المؤتمر أو تقيدنا به جمعية الملتقى تحت عنوان التواصل الإيجابي، فنحن مصرون على ذلك ومتمسكون به، ولكن لا يمكن تحقيق التواصل الإيجابي في واقعنا الحالي للعلاقة ما بين الهوية والعولمة إلا بشروط. فكيف نستطيع أن نفرض شروط معينة أو نلزم أنفسنا بشروط معينة في إطار ما نتطلع إليه من تواصل إيجابي، لأننا نؤمن بتلاقح الحضارات وليس بصراع الحضارات. إذا بدأنا بالهوية مقابل العولمة، وبالمناسبة قبل أن أبدأ أحب أن أنبه إلى شيء. في أيام زمان يعني عشرات السنين، عندما كنت شابا وأحاضر في مكان من الأمكنة، كنت أشعر بأن بعض الإخوة الحاضرين أو لا أقول الأخوات بس الإخوة، بعض الإخوة الحاضرين يبدأون بالنعاس، يعني يشعرون بالتعب، لأن الأفكار خاصة إذا موضوع مثل هذا الموضوع ثقيلة ليست بسيطة، فيمكن أن يبدأ النعاس. عندها أرفع من صوتي وأشد في طريقة الخطابة، فإذا بالجميع سيقظون مددها. هذه المرة لا أستطيع أن أفعل ذلك، الموضوع لا يسمح. فأنا أدعو أولا الإخوة إلى التقدم قليلا إلى الأمام، ثم من يشعر بالنعاس يرفع يده فأسكت قليلا أو نتبع طريقة أخرى من أجل أن نبقى جميعا صاحين بإذن الله. وأول من قد ينام بين أيديكم هو الواقف أمامكم، لذلك وقفت ولم أجلس، لأن الأخ العربي الله يجزيه الخير قبل دعوته لي إلى هذا المكان دعاني إلى مكان طعام، فتناولت طعاما ثقيلا، وأنا عندما أتناول الطعام قد يغلبني النوم وأنا أتكلم. أهلا وسهلا. إذا بدأنا بالجزء الأول من الإشكالية الثلاثية كما ذكرت، الهوية مقابل العولمة، نحن الواقع عندما نبحث عن شيء من الأشياء، أي شيء، ونجده، بدل أن نجد مثلا كمية من المال نجد كميات كبيرة، بدل أن نجد شخصا نبحث عنه صديقا نجد عشرات الأصدقاء، نفرح بذلك. لكن المشكلة عندما نبحث عن تعريف للعولمة أو تعريف للهوية ونجد عشرات النصوص التي تتحدث ما هي العولمة ما هي الهوية، يسقط في يدنا، فلا نستطيع الواقع أن نضبط الأمر تماما. ما هو التعريف الحقيقي لكلمة العولمة وما هو التعريف الحقيقي لكلمة الهوية؟ العلماء الدارسون الباحثون يتكلمون في ذلك منذ فترة طويلة، وبدلا من أن يعطونا تعريفا منضبطا كما هو حال المصطلح، يعني يفي بالغرض ولا يحتمل الزيادة أو النقصان، يعطونا تعريفا كل من حيث اختصاصه غالبا، أو كل من حيث وجهة نظره إذا كان يتبنى مبدأ معينا موقفا معينا. فإذا بنا نقف أمام أساتذتنا والمتخصصين من بيننا أمام الواقع عشرات الآراء، فلا نستطيع أن نجزم بما نأخذ وماذا نترك. علماؤنا الأقدمون كانوا يقولون عن المصطلح، وكان له تعبير آخر، إيش اسمه؟ لا أنا نسيته والله، لذلك أسأل. لكن الواقع عندما يعرفوه يقولون ما تواضع عليه الناس، كلمة تواضع أي اتفق، توافق، متفق، توافق، يعني عدد كبير من الناس لهم رأي واحد. بالمناسبة المصطلحات كان يضعها علماؤنا الأقدمون قبل أن يتحدث العلم الحديث على أنه اخترع كلمة المصطلح، وكانوا ينطلقون من هذه المصطلحات. فأنت لا تستطيع أن ترى مصطلحا إسلاميا في أصول الفقه إلا ومتوافق عليه، فلا يقول أحدهم يقول أنا أعترض، ولكن لا يعني لا يكون المعنى خطأ. الحقيقة فوضى المصطلحات التي ربما ذكرت هنا أكثر من مرة، أحدهم من ذكرها الأستاذ الدكتور بالفقيه، الواقع فوضى المصطلحات مشكلة. عندما أتحدث بشيء وأستخدم بعض الكلمات وفي رأسي معنى لها، يسمع السامعون ويظنون شيئا آخر،
فيتحول الحديث إلى سبب اختلاف بدل أن يكون سبب للتفاهم، طريقة أو وسيلة للتفاهم، فلا بد من ضبط المصطلحات. نحن